طبعا أنت الآن مطلوب بصورة جيدة بالعمل الذي قمت به، وأشكرك شكرا جزيلا لما قمت به خلال السنوات الماضية. أريد مرة أخرى أن أشكر أيضا مركز مراقبة الحدود لما قمت اليوم. طبعا يمكنكم الوقوف إذا أردتم. كل هؤلاء الأشخاص الرائعين الذين قاموا بعمل جيد هذا اليوم. شكرا. وطبعا هناك هذو أشخاص جيدين. نعم شكرا لكم، شكرا لكم وللشجاعة التي أبديتموها خلال هذه الظروف الصعبة. وأشكر أيضا النساء والرجال الشجعان الذين قاموا بشركتين، فالأشخاص الذين قاموا بهذا العمل نقدرهم، نقدرهم للعمل الذي قاموا به والذين لا زالوا يقومون به أيضا. وأنا أعرف جيدا أن أريد أن أقول لكم شكرا جزيلا، شكرا لما قمتم به. نجتمع اليوم من أجل الضحايا الأمريكيين الذين قتلوا جراء أعمال غير مقبولة من قبل مهاجرين غير نظاميين. وتعرفوا الآن هؤلاء أشخاص المواطنين الذين تم الذين فقدوا أهاليهم، ويجب أن نفكر بهم دائما. لم يفارقون من أجل يوم أو يومين، بل سفرا بذل، لأنهم قتلوا من أجل أشخاص مجرمين غير شرعيين. هذه مجموعة الأسر والذين لا تنظر لهم وسائل الإعلام بصورة واضحة، وهذا الأمر طبعا غير مقبول وغير عادل، لكن هذا الأمر يحيل على وضعية غير طبيعية. أنا أعرفكم منذ سنوات، وأعرف خلال الحملات الانتخابية، وكيف لن ننساكم أبدا لما قمت به. أشخاص رائعين وأشخاص مصرون، قصص حياتهم والأشخاص هؤلاء الديمقراطيين الذين يرفضون القمال والذين يرفضون المناقشة، يرفضون الاستماع إلى وجهة نظرها، ولم يقوموا بأي إجراء لحماية بلدنا أو محاولة تغيير الصورة التي شاهدتها أمريكا خلال هذه الليالي. لم يتحدثوا عن الموت وعن التدمير الذي تم بإجراء هؤلاء الأشخاص الذين لا زالوا يصرون على القيام بأعمال منافية للقانون، وأن هؤلاء الأشخاص الذين أعتبرهم أقول لهم منذ 3 سنوات حينما كنا معا منذ أول يوم لي لقائهم، إنني رأيتكم واستمعت لكم وقد عملنا جميعا، ونحن نعرف هذا الأمر. نقول هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الأشخاص ملائكة هذه الأسر، هم آباء ملائكة وأمهات ملائكة. إن فقدانكم اليوم شكل بالنسبة لنا خيارا صعبا، وأنه طبعا يدعونا إلى أن نحمي حدودنا وأن نزعم العالم من أجل حماية الأشخاص الأمريكيين، من أجل أن نحول بلدنا إلى بلد آمنة. وأنا شعب نقوم بالعمل وسنواصل عملنا جميعا. طبعا هذه مجموعة من الأشخاص الذين فقدوا أدويهم منذ سنوات، ولا زلنا نعيش هذا الوضع الصعب جراء هذا الأمر، وأن أكثر من 22,000 مواطن أمريكي قتلوا من قبل هؤلاء الأشخاص، وأن أغلب هؤلاء أيضا قتل إما جراء اغتصاب أو عملية اعتداء جنسية أو أعمال أخرى، وأنهم كانوا ضحايا لعمليات إجرامية، وأن عددها عن عملية هذه العملية وصلت إلى 600,000 جريمة، وأن هذا الأمر أنتم سمعتم عن هذا الأمر. هل هذا يمكن قبول هذا الأمر؟ ولكن هناك من يقول بأن هذا الأمر ليس حقيقة، هناك أشخاص يقول بأن هذا ليس بالأمر الصحيح. في 2016 أكثر من 1,500 شخص قتلوا أيضا، أغلب هؤلاء
قتلوا في في الحدود الجنوبية، وكانت نتيجة لهذا الأمر وهذه السياسة الضريبية التي ربما لم تكن صارمة، فإن هناك 8000 مجرم تم اعتبارهم جرائم مجرمين خطيرين. ولأن طبعا هذا الأمر لأن ضعاف وأن حكومتنا كانت ضعيفة وأنه تم إطلاق سراح تطلق سراحهم ليعودوا إلى وسط شعبنا المتحدر. وأنتم حينما تعلمون بهذا الأمر تعرفون بأن أنتم تعرفون ما تعرفون بأن هذا الأمر هذا غير أن هذا الأمر صعب. فحينما تقوم وسائل الإعلام بحملتها ضد هؤلاء فإن هي عمليات العمل، أين هو وسائل الإعلام للتغطية في هذه الأمور، وأين هي أيضا الإجراءات التدريبية التي تعمل على حماية مدنيين؟ فما وقع في مثلا في سان دييغو مثلا، وحتى أن حين أتنا تنظيم الدولة وصل إلى بلادنا، إن كل هذه العمليات تمت وبعدها تم إطلاق سراح هؤلاء. ماذا يمكن أن نقوم بعد هذا الأمر؟ بعد هذا السؤال ماذا يمكن أن نفعل؟ منذ أسابيع يمكن أن نقوم بهذا الأمر. فعبر هذه العمليات الإجرامية خاصة M13 والتي قامت بقتل والاغتصاب والسيطرة على الأشخاص، لأن طبعا وسائل الإعلام تقوم بإنتاج قصص إخبارية ولربما لا تتحدث عن ألم فقدان هذه الأسرة التي تفقد أحباءها، ولكن على أشخاص كبار، أشخاص ناجحين، ولربما أشخاص يمكن أن يكونوا أبطال في يوم ما. طبعا ربما أحدهم قد يكون واقفا أمامكم هنا. مرة أخرى نسأل السيد ويلكسون من كأساس للقيام لأتيان هنا والحديث عن قصته. تعالي سيدة لورا وقولي كلمة. أريد أن أتحدث قليلا بخصوص ابن جوس. هو هذا الشاب الذي تم قتله بوحشية مرات، وطبعا تم قتله بإطلاق رصاص من قبل بطريقة وحشية. أنا أقف معكم الآن وأقول بأننا أدعوكم إلى أن نعمل ونقول بأننا نواجه وضعا صعبا وأن أولى أطفالنا أضحايا، وهذا نعلم طبعا الآن أضحى وضعا صعبا بالنسبة لنا جميعا حتى عجزنا عن الكلام وعجزنا عن الفعل. طبعا أنتم الآن ربما قد ترفضون عملية الفصل بين الأسر وبين أطفالهم، لكن أعتقد أن الوضع بالصورة الذي هو عليه الآن يقودنا إلى وضع صعب. لكن بحضور السيد ترامب، وأشكرك السيد ترامب لأنك التزمت بوعدك وأنك أدعوكم جميعا إلى أن تفهموا ما قاله الآن. ولدينا نفس الصور، هناك أشخاص قتلوا وأن هناك طبعا يتم اعتقالها الأشخاص ويتم إطلاق سراحهم فيما بعد. فالأمر صعب بالنسبة لنا، وأعتقد أنه آن الأوان لأن نعمل في بلدنا ونعمل على تقوية هذا برنامجنا وعلى دعمنا وأن نكون جميعا وراء رئيسنا. شكرا لكم جزيلا. شكرا لورا. طبعا الآن أسأل السيدة وان بينيا فروم غرينفيلد للحديث عن تجربتها. سيد وان من وان بيديوم، أنا أريد أن أشكر أولا الأشخاص الذين يسعون على محاولة استعادتي بعض ما أشعر به الآن. والسيد ترامب قام بشيء كثير، أنا أعرف أشخاص جدا قاموا، وأن السيدة بريتي كريسن التي قتلت وتم اختطافها وقتلها واغتصابها وتم تركها هكذا وهي منذ سنوات طويلة. وأنا دائما أقول بأن هذا الوضع صعب بالنسبة لي، وأن وفي جانبي فأطلب من الله أن يستمع على صلواتي
ولا زلت بانتظار من يقدم شيء، من يعوضني وفاة ابنتي. أنا أقف هنا أمامكم وأشكر السيد كوني للتحقيقات التي قام بها، وأقول لكم جميعا لا توقفوا، وأننا يجب أن نعمل، واجب العمل من مرة أخرى. ودينا أشكر السيد الرئيس وكل الأشخاص، وأتمنى لكل شخص أن ينال ما يناله من قبل ربه، وهذا وأننا لما نسعى، هذا ما نسعى إليه في الولايات المتحدة الأمريكية. مرة أخرى أشكركم جزيلا. طبعا شخص ينتظر قضاء منذ سنوات طويلة، وهذا طبعا يمثل شعورا كبيرا جدا ومهما جدا. الآن معنا الآن ستيف راناباك من أريزونا. وستيف تفضل وقل بعض الكلمات لو سمحت. شكرا سيد الرئيس. منذ 2015 حينما كنت في عملي لفترة ليلا، قمت وكنت ذهبت لاتياع السجائر، ووجدت شخصا في قارعة الطريق وطبعا الشخص أخذ مسدسه طلب سيجارة مني وحاول أن يعتدى علي. والآن أنا هنا لأقول لكم هذه القصة، وأتمنى أن يتم تقديم القبلة وسائل الإعلام، لكن أعتقد الآن بأن الأمر منذ أول ولادتي كنت دائما، أنا أسعى دائما أن أكون، وقد تلقيت طبعا تذكار من السيد هولاند، وأريد أن أشكرك من أجل هذا الأمر. فطبعا فهذا يمثل دليل عربونا للعمل والالتزام، وأتمنى من وسائل الإعلام أن تلتزم بذات المنحة والذي قام به الدكتور هولاند. جميعكم تعمل على تقوية دور بلدنا وقوة بلدنا وحماية بلدنا، وأريد أن أشكركم جزيلا، خاصة قوات الأمن لما قمنا به. شكرا سيد الرئيس، سيد نائب الرئيس، شكرا جزيلا لكم. شكرا لجميع الذين سأتوا هنا في جون فيري وإيفياك، أريد أن أشكركم جميعا، وأتمنىكم دائما أن تقدموا قصصكم للعالم. منذ أحداث 11 من سبتمبر هناك الكثير من الأشخاص الأمريكيين الذين قتلوا جراء وضعية صعبة أو جراء أعمال قام بها مهاجم غير نظامي. شكرا جزيلا لكم. عاما هذا هو السيئ الرقم الذي قاله صاحبنا، ولازلنا هنا نسمع ذات الكلام. وأيضا معنا أيضا روت موديل آيوا، السيد ميشيل من موديل آيوا. شكرا سيد الرئيس. ابنتي سربرو قتلت قبل 24 ساعة بعد حصولها على شهادتها الجامعية، ونحن قبل أن نحتفل بهذا الأمر وتم قتلها بصورة وحشية، ورغم أنه تم اعتقاله وبعد تقديم الفدية تقديم قضية المحكمة تم إطلاق سراحه. الآن بالنسبة لي الآن كأم وكجدة أقول بأن ابني لم يعد يشعر بالأمن، وأن حياتي تدمرت بصورة كلية، وكذلك الأمر بالنسبة لي.
بابنتي التي قتلت. أريد أن أشكر سيد الرئيس ترامب ونائب الرئيس سيد بنس وسيد جون فيري والدكتور هومان لكل الأعمال التي قاموا بها من أجلنا. لقد بدأنا كمجموعة موحدة من أجل العمل ومن أجل تلقي معلومات. وحينما قتلت سارة في 2016 ليست لمجد أي شخص، لكن أنا ممتنة لأشخاص المحيطين بي، وسيد ترامب واحد من الأشخاص الذين استجاب لطلبي وقد كان معي منذ البداية ولم يتركني أبدا. ولحن من الآن ما أسعى الآن هو أن فراقي لابنتي شكل بالنسبة لي حالة صعبة، ولا يمكن أن أنسى هذا. ليست لدي أي شيء يمكن أقوله لهذا. أرجوكم أقول لك